بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. السيدات والساده المتابعين مرحبا بكم وجمعه مباركه. من اهم الاحداث التي تميز السيره النبويه حدث فتح مكه. وهو اول فتح حصل للاسلام دون حرب. فوقتها كان الاسلام في اوج قوته. كان في مرحلة القوة. والاسلام في مرحلة القوة هذه لم يلجا للسيف لفرض الدين او للانتقام ممن حاربه، بل كان قويا وكفى. وكثير من الناس دخل لان الاسلام صار في موقع قوة كما حصل مع ابي سفيان. في هذا اليوم بعد الصحابة ظن ان معركة ستقوم بين حزب المسلمين وحزب المشركين. وسيفوز المسلمون فهم الاقوى. في هذا اليوم قال سعد بن عبادة لابي سفيان عندما رآه في مضيق الوادي اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة. فسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام كلام سعد الذي يحمل خلفية حربية قتالية. فلم يسكت عليه ولم يمرره لأن سعد ربما انتشى بلذه الفوز والنصر، بل تكلم عليه الصلاه والسلام وعلق بما يفيد انه لم يرضى بكلامه هذا، فقال عليه الصلاه والسلام: بل اليوم يوم الرحمه، اليوم يعظم الله الكعبه. وكذلك كان ولكنه يعلم انه قد يوجد من يحمل السيف لمنع المسلمين والانتقام منهم لذلك أمر الجيش ألا لا يقاتل إلا من قاتلهم إلا عشرة أشخاص أهدر دمهم وهؤلاء العشرة أسلم بعضهم فصار دمهم حراما رغم ما أجرموا في حق الإسلام فمنهم هند بنت عتبة التي أسلمت وبايعت رسول الله عليه الصلاة والسلام باسم النساء من هؤلاء العشرة كذلك فضال بن عمير الليفي الذي تربص برسول الله يريد قتله في هذا اليوم واستغل الفرصه يوم الفتح فاقترب من النبي عليه الصلاه والسلام وهو يطوف بالبيت فلما دنا منه قال رسول الله عليه الصلاه والسلام افضال فاجابه نعم فضال يا رسول الله قال ماذا كنت تحدث به نفسك قال لا شيء كنت اذكر الله فضحك النبي عليه الصلاه والسلام ثم قال استغفر الله ثم وضع يده الشريفه على صدره فسكن قلب فضاله فكان فضاله يقول والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله شيء احب اليه منه فلنتأمل كيف ان فضاله وهو الذي كان يكن العداء للنبي عليه الصلاه والسلام صار النبي من احب الناس اليه ونتامل كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام وان تفرس ان فضاله الذي ما كان من انسان اكره اليه من رسول الله اقترب منه وكلمه ووضع يده الشريفه على قلبه كذلك هناك حدث عثمان بن طلحه فلما دخل البيت الحرام امر عثمان بن طلحه وهو من بني عبد الدار وتعتبر من أهم بطون قريش وفيهم السدانة أي حجابة البيت وقد تولوا أمره قبل مجيء الإسلام فعثمان بن طلحة كان من حجبة البيت الذين يملكون مفتاحه فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منهم مفتاح فأعطاه إياه ودخل عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ منهم مفتاح هكذا مرة واحدة وجعل حجابة البيت في أهله وناسه والمقربين إليه لا بل أرجع له المفتاح وقال له خذوها خالدة مخلدة إني لم أدفعها إليكم ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم يعني يقصد حجابة البيت فما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزد إلا شدة إذا لم يكن فيه أي ظلم فنلحظ في قلم في هذه اللحظة المصيرية وكان شعار هذه اللحظة التاريخية من سيرة النبي المرحمة للملحمة ففي عز قوة الإسلام وفي عز إعلاء كلمة الإسلام انتهج عليه الصلاة والسلام الرحمة وانتهج المرحمة وابتعد عن الملحمة لكن من رفع شعار الملحمة فهو له بالمرصاد وهنا نفهم أن الجيش لم يقاتل إلا من قاتله فجعل عليه الصلاة والسلام هذه الأرض حرام فقال مخاطبا الناس إن مكة حرمها الله ولم يحرمها أناس لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيها فقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن له فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب فكان يوم الفتح بحق وكان يوم الرحمه بحق الى اللقاء